محمد مسعد المليجي من ذوي الهمم، محافظة بورسعيد، صاحب مقترح عام 2018 عام متحدي الأعاقة على سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤتمر الشباب في إسماعيلية الثالث. في البداية بحب أشكر سيادة الرئيس على الاهتمام بذوي الهمم وتوفير جميع سبل الراحة لهم وإطلاق المبادرات الرئاسية، وبالأخص مبادرة حياة كريمة وإطلاقها مبادرة خطي لتوفير 1000 كرسي متحرك لذوي الهمم، وده يدل على اهتمام القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأنا كواحد وممثل لذوي الهمم بقول لحضرتك يا سيادة الرئيس كمل، كل معاقين مصر معاك. شكرا سيادة الرئيس، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.